ومن الإمارات العربية المتحدة انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 91 المقرر لها غدا 23 من سبتمبر. هاشتاج معا أبدا الذي أضاء برج خليفة باللون الأخضر واكتسى البرج بالعلم السعودي والعلم الإماراتي، وكتب عليه كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها بخير وعزة وأمن وأمان. نتابع هذا الفيديو. الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل هنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي المملكة العربية السعودية بعيدها، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر: أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني 91، متمنياً للمملكة دوام التقدم. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة. بينما كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي عبر حسابه: كل عام والمملكة والقيادة بخير وعز وأمن وأمان. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا. ومن الغد وشير: كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها بخير.